أضيف وسريع غليزان الضيف لعبت بمدرجات شاغرة تبعا للعقوبة التي سلطتها الرابطة على ملعب 19 ماي 56. اتحاد عنابة الذي دخل المباراة منقوصا من خدمات رأس الحربة عبد الملك زيايا الذي تواجد على كرسي الاحتياط، تمكن في الربع ساعة الأول من المرحلة الأولى من افتتاح باب التهديف بعد عملية أخذ ورد في منطقة سريع غليزان. اللاعبون تفاعلوا مع مسجل الهدف الغمري بهذه الطريقة. إلى ذلك لم نرى الكثير إلى غاية إعلان السيد بوسليماني نهاية المرحلة الأولى لصالح اتحاد عنابة مع علامة التحكم لطاقم التحكيم بوسليماني ريموش بالبشير وسيد التماس الحكم الرابع عبد الناصر بعطوش. الشوط الثاني حاول أبناء السريع العودة في النتيجة فصنعوا هذه المحاولة عن طريق سعيد عبد الرزاق، لكن الحارس بن مالك تواجد في المكان المناسب ليرد الغومري من جنب اتحاد عنابة في هجمة معاكسة خطيرة كاد يضيف الهدف الثاني لولا ارتطام الكرة بالقائم الأيمن لمرمى الحارس زيدي، ونهاية المباراة في روح رياضية عالية وهدف دون أرض لصالح اتحاد عنابة.